بلا قليل بحفظ الله بحفظ الله ورعايته في هذا المسار وهذا الانطلاق، ويحمل الابكار المهجنات الاصايل الذي تنطلق حامله كذلك هذه الاسماء وهذه الشعارات لابناء القبائل لتسير بالمراكز الاولى في الستة كيلومترات. تقدم اداء وصراع جميل على الفوز والناموس. نسير مع بندليو، بندليوي وشعاره المعروف مرضية راشد بن سعيد بن سهيل بندليوي الكتبي، تتقدم وتتسيد المشاركات بينما المركز الثاني تأتي في ثاني المراكز. وهذه سمحة سعود بن محمد بن سيف النيادي يقدم سمحة على المركز الثاني. المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز تتقدم لحمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي تأتي في هذه اللحظات اللي تتقدم بي للواثق حمد بن راشد بن غدير، تتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات بعد بي تأتي في هذه اللحظة اللي هي العزرة عمير بن خلفان بن بخيت بن محمد المزروعي يتبع الصايغ المزروعي وشعاره المعروف هناك من الجانب الآخر. وهذه عنيدة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري في المركز الخامس. السادسة الاتحادية سعيد بن رملي بن محمد العامري يقدمها في المركز السادس. المركز السابع من وصلت للعزرة لعيسى بن خميس بن شلبود الخيالي، والمركز الثامن هذه الثامنة أخيرة سيف بن علي بن جمعة الرميثي، والمركز التاسع وصلت في هذه اللحظات وتقدمت الضبية. وسهيل بن عويض بن مضحية العامري يتقدم بينما هناك القدوم في هذه اللحظة من مخايل لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط ومسار الإبكار المهجنات الأصايل في أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا الاندفاع وهذا الصباح مع سن الإذاع وسن الإبداع والإمتاع في أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن في هذا اليوم الجميل والرائع. بعد أن أكملنا نداء للعشر عدنا مرة ثانية إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاق الأول، إلى بندليوي. ما شاء الله أهالي الهباب متابعين لهذا الشعار دائما تعودوا على حمل السلامات والتحية من كل ميادين الدولة في هذه الانطلاقات. المركز الأول مرضية، هذه مرضية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي تتقدم وتتصدر قائمة هذا الشوط. بدأت تحرك مشاهدي الأعزاء بي تتقدم، وزايد بن حمد بن راشد بن غدير الواثق ياتي في هذه اللحظات، بينما هناك من الجانب الآخر مع شعار محمد بن سيف النيادي سمحة سعود بن محمد بن سيف النيادي يتقدم مع سمحة، بينما المركز الرابع وهذه العزرة عمير بن خلفان بن بخيت بالصايق المزروعي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامسة هذه الاتحادية سعيد بن رملي العامري يتقدم، بينما هناك شوف الغدوم من العزر عيسى بن خميس بن شلبود الخيالي على المركز السادس. والمركز السابع شعار علي بن حمود بن علي الظاهري يتقدم على ظهر مخايل. المركز الثامنة هذه من وصلت خيرة سيف بن علي بن يمع الرميثي في المركز الثامن. المركز التاسع هذا اسم جديد اللي وصلت في هذه اللحظات زاهية عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي يتقدم، بينما المركز العاشر هذه الدكتورة لأحمد بالحميدي بن عبد الله بالعمى الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا
الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. هذا الميدان يا حميدان، التواصل يستمر والتحديات، ولكن الأمور في هدوء والشوط يسير في هدوء، يسبق الهدوء الذي يسبق عاصفة هذا الشوط، عاصفة هذا الشوط اللي بتكون بعد الكيلو الأخير أو الكيلو 200 أو يا سلام. نحن قربنا من حزام الغابات أو غادرنا في هذا الانطلاق، والاثنين كيلو متر يعني انتهت الأربعة كيلو مترات، بدينا في الاثنين كيلو متر، ولكن الاثنين كيلو متر والله انها بعيدة وطويلة بالنسبة على الأوامر، على الأوامر للمسايرين والمتابعين، ما تقولون شطنا المذيع المعلق، لكن الاثنين كيلو متر تبت أني كذلك في هذا المسار. وهذه بي مرحبا يا مرحبا يا حلوة البي، حلوة المرواح والفالي، روحت كأنها دمانية ما داني ومية الخالي، الله يا بيه. ولكن هناك بندليوي لازال، بندليوي والله غطتها الكيمر علي المعذرة، هذا بندليوي اللي يقود الشوط، مرضية سعيد بن سهيل بندليوي من البداية تسيطر على مقدمة الشوط. بيه في المركز الثاني، زايد بن حمد بن راشد بن غدير يتقدم على ثاني المراكز، المركز الثالث، ثالث المراكز، وهذه العزرة لعيسى بن خميس بن شلبود الخيالي يتقدم على المركز الثالث، المركز الرابع، رابع المراكز مخايل علي بن حمود بن علي الظاهري يقدم لنا مخايل في هذا المسار. اغتيال الله، سيف بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري وصلت في هذه اللحظات، وصلت اغتيال، تحركت يعني عينها على المراكز الأولى. يا سلام يا سلام، وعودة إلى لوحة الكيلو الأخير، وبيه على مقدمة الشوط، بيه على المركز الأول، وزايد بن حمد بن راشد بن غدير تتقدم مع المركز الأول، تليها في المركز الثاني، وتتقدم في ثاني المراكز العزرة، عمير بن خلفان بن بخيت بالصايغ المزروعي في المركز الثاني والمركز الثالث اللي تنافسهم على مسار هذا الشوط، على مسار هذا الشوط في هذه الانطلاقات. يا سلام، يلا المركز الثالث، وهذه العزرة عيسى بن خميس بن شلبود الخيالي، ولكن شوف اللي وصل بالكيلة، كذلك وصل بالكيلة في هذا المسار وفي هذا اغتيال، تتقدم سيف بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري، ولكن بيه مع أهل مرغم وبيه وانطلاقاتها وتحدياتها وسجلها وناموسها وأيضا مستقبلها، وترقبوها الجماهير في هذا الموسم في الرموز. الله يا سلام، الواثق حمد بن راشد بن غدير، تهانينا والناموس لأبو زايد على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. المركز الثاني العزرة لعمير بن خلفان بالصايغ المزروعي، والمركز الثالث مخايل لعلي بن حمود بن علي الظاهري. عموما بقية المراكز اللجنة المتابعة لها، نعود إلى التوقيت الزمني، هذه بي في 9 دقائق توقيتها، ما شاء الله تبارك الله على شاشة التلفزيون. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير، وسلام مرقم سلام على هذا الفوز والناموس، بينما المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز العزرة لعمر بن خلفان بن بخيت، عمير بن خلفان بن بخيت المزروعي بالصايق، تهانينا له الناموس. 9 دقائق 21 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه اللي أتت في المركز الثالث، توقيت 9 دقائق 22 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس مشاهدي العزاء مخايل لعلي بن حمود بن علي
الظهر.